يقول زيارة القبور وتحديد وقت معين كالأعياد والجمعة، لا هذه من البدع، تحديد أوقات معينة لزيارة القبور في العيد فقط أو في الجمعة هذه من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها، وأطلق صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تقييد وقت معين لزيارة القبور، فهذه بدعة يبتعد عنها الإنسان، وإنما يجعل الأمر مفتوحا، متى ما تيسر له، متى ما تذكر، متى ما وجد وقتا ذهب وزار من يحب أو زار عموم المسلمين.